يعرف اللبنانيون عن أنفسهم عادة بأنهم شعب يحب الحياة ويعرف كيف يعيش رغم كل الظروف والأزمات والحروب. مؤخرا اللبنانيون يبحثون في ظل الانهيار الاقتصادي عن البدائل الممكنة اللي تنقذهم من نار الغلاء وتساعدهم على التوفير لتأمين لقمة العيش الكريم. ومن وحي الأزمات والضيق يبتكرون دوما طرقا جديدة للتأقلم مع الأزمات المعيشية، حيث قرر الكثير منهم العودة للأرض والزراعة وتصنيع المنتجات الأساسية والمأكولات الرئيسية محليا لتخفيف كلفة الاستيراد. فيما يتعلق هنا بأزمة الكهرباء والوقود، دائما ما يبحث اللبنانيون عن حلول بديلة لمعاناتهم اليومية، حيث تشكل فواتير الاشتراك بالمولدات الخاصة هي العبء الأكبر في حياتهم، خاصة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي. وانطلاقا مشاهدينا من هذه التحديات، في محاولة كذلك لتجاوزها، هنحكوا على قصة اللبناني أحمد الصفدي، والذي قرر، طبعا هو مواطن من مدينة صيدا، قرر هنا التخلص من أعباء اشتراك المولدات الخاصة ومن الكلفة الباهظة لصفيحة البنزين، وهي فعلا غالية جدا على المواطن اللبناني حسب المعلومات اللي عندنا، من خلال كذلك حسب ما قرر الصفدي من خلال ابتكار يوفر الأموال ويخدم البيئة بذات الوقت. فلنتابع هذه القصة. أحمد الصفدي من مدينة صيدا جنوب لبنان، بشتغل بالدراجات الهوائية. بظل هيدي الأزمة اللي عم نعيشها، حولت سيارة البنزين لكهرباء وركبت عليها لوحة طاقة شمسية بسبب غلى البنزين كمان، وعم بستخدمها بشغلي للكهرباء، يعني عم بستفيد منها كهرباء وعم بتنقل فيها لأطلع وانزل على شغلي. تنكة البنزين بحدود 700,000 اللي هي بتوازي الحد الأدنى للأجور، والكهرباء كمان تقنين قاسي كتير، فاضطريت ساوي هيدا المشروع لا أقدر استفيد منه بشغلي، بظرف شغلي. أول شيء اشتريت هيدا السيارة كانت على البنزين، كانت فكرة براسي أن أحولها على الكهرباء، فشلت المحرك وشلت كل شيء أغراض عليها بيتعلق بالبنزين وحولتها لطاقة نظيفة للبيئة. وكان في مشكلة عندي بتشريجة على الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء الكتير، فاضطريت انه ركب لها لوح طاقة شمسية، اجت الفكرة هيك عفوية وعم بستفيد منها لأتنقل يعني على الشمس. تقريبا شي 5 أشهر بقيت اشتغل فيها لحولتها من بنزين لكهرباء. الصعوبات كانت يعني اكثر شيء صعوبات ميكانيكيه. اشتغلت اول شيء على فتاس السياره اللي هو كان البنزين وما نجحت الشغله، فرجعت اضطريت اغير الفتاس، حطيت فتاس شيء خاص بالبطاريه. كلفني المشروع تقريبا شيء 3000 دولار وعم وفر تقريبا هلا شيء 100 إلى 200,000 بنزين يوميا، وموتير خاص كان يعني بده يكلفني شيء 3 مليون و5 امبير. هدول عم وفرهم اكيد. يعني بس خلصتها كنت انه مبسوط انه مشي الحال السياره الكهرباء، واكيد ناوي يعني اطور المشروع لاعمل سياره تمشي اسرع ومسافه اطول وهيك، يعني عندي هيدا الطموح. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من بيروت وعبر سكايب رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. دكتور باتريك، هذا الابتكار فيه نوع من التحايل ربما على الأزمات والمشاكل من أجل العيش. باعتقادك دكتور باتريك، هل اليوم الواقع في لبنان أصبح يحتاج لحلول مبتكرة مثل هذه والخروج من الصندوق بهذا الشكل؟ مرحبا، صباح النور. الأكيد أنه الحاجة هي أم الاختراع، والأكيد أنه الوضع بلبنان صعب جدا. مثل ما حضرتك بتعرفي لبنان عم بيعيش انهيار متواصل لسعر الصرف، وبالتالي الاستيراد بيت مكلف بالعملة الصعبة بالعملة الأجنبية، والحرب على أوكرانيا زادت سعر المحروقات عالميا وبلبنان، وبالتالي التنقل بالسيارة صار صعب لأنه المحروقات اللي مستوردها من الخارج صارت غالية، سعرها ارتفع وأصلا القدرة الشرائية بلبنان انهارت. وبنفس الوقت
عندك انهيار للدخل الوطني نزل من 54 مليار دولار ل 21 مليار دولار تقريبا، داب للنص، اكثر من النص. كل هالعوامل ادت انه لبنان ما بقى، اللبناني ما بقى في تابع حياته مثل ما كان يعملها بالسابق، وبالتالي بحاجه للابتكار والاختراع والتفكير من خارج الصندوق. وهذه احد الافكار اللي اذا بدك بجرب من خلال المواطن يعالج مشاكله اليوميه بهذه الطريقه. نعم، هو دكتور الجديد هنا في قصة الصفدي على سبيل المثال، إن دائما ما نلاحظ على البيوت اللبنانية فوق الأسطح، في ممكن في البلكونات كذلك، مسألة المولدات أو مسألة الطاقة الشمسية هذه أو محاولة الطاقة الشمسية واستخدامها في الكهرباء، لكن الجديد هنا إنه هي على السيارة، فتجربة جديدة نوعا ما. هل ممكن تتعمم تجربة أحمد وتتحول السيارات للطاقة الشمسية رغم ربما صعوبة وتعقيد هذه العملية حسب ما قال الصفدي في ظل معاناة المواطنين اللبنانيين الآن؟ ليكي الأكيد أنه هيك مشروع عنده تحديات كبيرة تقنية تكنولوجية، وعنده تحديات مرتبطة بالوضع اللبناني. أول شيء تقنيا، فكرة نحط ست بطاريات بالسيارة مع لوحة شمسية، واضح أنها عم تعمل له حاجاته، بس الأكيد أنه هيك سيارة ما بتقدر تقطع مسافات طويلة، يعني بتقدر تعمل بس مسافات قصيرة وما بيقدر يسرع كتير فيها، بده يمشي على مهله. هذا إذا بده شرج البطاريات حصرا على الطاقة الشمسية. هلا إذا بده شرج البطاريات عن طريق الكهرباء صار حديث تاني، بس بتصور في تحديات كتير تقنية كبيرة بهذا الموضوع. من ناحية تانية الأكيد أنه لو محمد كان عايش ببلد في فرص كان يمكن قدر طور هذا النموذج اللي هلا عم يشتغل عليه لشيء قابل للبيع. يمكن كان قدر عمل شركة مثلا وبلش يبيع هيدي السيارات أو بلش يحول السيارات وأنتج سيارات وبيع. للأسف ببلد مثل لبنان أول شيء ما في تمويل لهيك إذا بدك مبادرات، لأنه المصارف أصلا عم بتمر بأزمة كتير كبيرة ما مع مصاري. وبرضو وقتها كانت المصارف بوضع الطبيعي عم تشتغل بشكل طبيعي، كانت تفضل تمول الحكومة النفقات العامة، يعني تحط أموالها بالمصرف المركزي بدل ما تمول هيك ابتكارات. مشان هيك تقنيا صعب المشروع، وبالوضع اللبناني بيصير بعض أصعب. نعم، ويعني هذا ما نفكر فيه حتى لما نشوفه تقرير وقصة مثل هذه، إنه هو فعلا كأنه عمل اختراع ممكن يقدر يبيعه إذا كانت الظروف أحسن بالنسبة ليه وينشره للناس. عموما كيف ممكن نعوله على ابتكارات من هذا النوع لتحافظ على البيئة وتوفر كذلك الأموال في أن يتم تبنيها أو حتى اعتمادها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص، ومنيش نحكي على لبنان هنا لأنه عارفين أكيد الوضع في لبنان ربما لا يسمح في هذا الوقت. ليكي فكرة الاتكال على الطاقة الشمسية اليوم هو شيء جدا عم بيصير فيه ابتكارات. وبلبنان مثلا إذا حجم تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل ضعف، لأنه في عندك أزمة كهرباء كتير كبيرة بالبلد. بلبنان تنقطع الكهرباء، الحكومة اللبنانية غير قادرة على إنتاج الكهرباء، وبالتالي الناس عم بيجربوا يلاقوا بديله. حتى عالميا اليوم مع ارتفاع مع التضخم العالمي والمشاكل بسلسلة توريدات، في إذا بدك كلفة مرتفعة للفيول للبنزين يعني، وبالتالي الناس بدها تلاقي بديل. مشان هيك ابتكارات إلى محل اليوم مع التضخم اللي عم نعيشه، كان بلبنان اللي هو تضخم مفرط ولا خارج لبنان. بتصور بالوضع اللبناني تحديدا أهم شيء الحكومة تزيح من الطريق. يعني اليوم بلبنان في ناس قادرة تلاقي حلول، ولكن يمنع على الشعب اللبناني توليد الكهرباء وبيعها، لأنه في احتكار لشركة اسمها مؤسسة كهرباء لبنان عندها احتكار بيع الكهرباء بالبلد. وبالتالي حتى لو في ناس عندهم أفكار نيرة، هدول الناس ما بيقدروا ينفذوها بلبنان، وإذا بدهم ينفذوها بدهم يطلعوا خارج لبنان ليقدروا ينفذوا هذه الأفكار. وبالتالي يعني يجب تخفيف القيود على المبادرات الفردية أنا برأيي. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، شكرا لك.